اسمي نسمة الشريف، انتيريور ديزاينر. النهارده جيت عشان اخد الكورس. الكورس حلو جدا ومفيد، والباشمهندسين شرحهم بجد قد ايه عرفنا بالسمارت هوم وبالفانكشن كلها بتاعه الاوتوميشن. اخد التدريب في الاوتوميشن علشان اتعلم المجالات الجديده في السمارت هوم وكده، وكنت حابه قوي ادخل المجال ده. يعني الكورس مفيد قوي واحنا كلنا استفدنا، وعندنا بقى عندنا وكمان عرفونا قد ايه هم سبورت لينا، وبصراحه الناس محترمين جدا. الكورس فعلا رغم ان مدته مش كتير وبسيطه، بس بجد فعلا الشرح بتاع المهندسين وافي جدا، من اول بوينت لاخر بوينت فهمونا كل حاجه، ما دخلوش علينا باي اسئله، باي اجابات عن الاسئله بتاعتنا، وكمان دربونا عملي وعرفونا كل حاجه بتتعمل ازاي بايدينا، فدي حاجه حلوه. هو طبعا الوايرلس في حاجه زي كده مفيد جدا. احنا كانتيريور ديزاينر بتقابلنا دايما مشكله ان احنا نكسر في الحيطان او نبوظ ديكور كنا اوريدي اشتغلنا عليه وخلصناه، فحلو قوي انك تبتدي تعملي حاجه سمارت من غير اسلاك ومن غير اي مشاكل في الحيطان وفي الديكوريشن، ونبوظ البيت ونبوظ الدنيا، فاكيد الوايرلس حاجه حلوه قوي. اكيد طبعا اي حد هيسالني عن حاجه خاصه بالسمارت والاوتوميشن اكيد طبعا هرشح الكورس، لانه فعلا استفدت. انا اصلا اوريدي سالت الباشمهندسين لو في حاجه يا ريت قريب، انا حابه اخد تاني لاني حابه اتعمق في المجال اكتر. يعني اكيد جدا انتوا نورتونا في اسكندريه، ونتمنى نشوفكم تاني ان شاء الله.